أهلا بحضراتكم مرة تانية. في السنوات الماضية كان هناك حديث متزايد عن ماهية السينما المستقلة دون أحيانا تعريف واضح ودقيق يعني إيه سينما مستقلة، وما هو الإطار أيضا اللي بتعمل فيه هذه السينما، سواء كان هذا الإطار إطار سياسي أو اجتماعي. هل السينما المستقلة بتمثل توجه ثوري مثلا لتغيير التقاليد العتيقة للسينما التقليدية؟ طيب هل احنا في مصر نقدر نقول انه لدينا سينما مستقلة حقيقية، وايضا في الميزان النقدي يكون ليها رؤية مختلفة او اطار فكري ونقدي مختلف؟ يمكن اصبح ايضا هناك اهتمام بهذه المسألة وتعريفها ونقدها قريب، ويمكن ده ظاهر ايضا في الجامعات المصرية. وخلينا نقول انه كانت في ايضا رسالة مهمة تم مناقشتها من قريب تحت عنوان معالجة السينما المستقلة للاحداث السياسية المصرية واتجاهات الجمهور، للباحثة الدكتورة مروة السيد مدرس الاعلام بكلية الاعلام بجامعة بني سويف، واللي هننقلها النهاردة هذه الاسئلة وهنفهم منها اكتر موضوع السينما المستقلة في مصر. مرحبا بحضرتك، صباح الخير. صباح الخير. بالنسبه للسينما المستقله، يمكن هو مصطلح اعتقد ان هو جديد بشكل او باخر، وشركات الانتاج خصوصا اللي هي تفشيه دلوقتي في الفتره دي بتقدم سينما مختلفه تماما عن السينما حتى القديمه. هل السينما المستقله، اولا عايزين نعرف معنى السينما المستقله للجمهور اكيد، وعايزين نعرف كمان تاريخها وابتدت ازاي وتطورها وتطويرها في مجتمعنا المصري. هي السينما المستقلة إطار مختلف عن السينما الموجودة المتعارف عليها بقى لها سنين، لأن هي بدأت مع التطور التكنولوجي، مع الانفتاح على الانترنت، مع بداية عصر جديد بدأ مثلا ممكن تقريبا مع بداية الألفينات، عصر الديجيتال. بالضبط، عصر الديجيتال ده ساعد شباب السينمائيين ان هم يلاقوا فرصة مختلفة ان هم يعبروا عن نفسهم. الموضوع كان مقفول الاول على شركات انتاج كبيرة وضخمة وعدد محدود من السينمائيين وكتاب السيناريو وصناع الافلام وكمان عدد محدود من الممثلين، ويعني الصناعة كانت بشكل في مشخصة بناس معينة في اطار محدد. كان في مجموعة كبيرة جدا من الناس الموهوبين اللي ما مش عارفين يوصل ان هم يعبروا عن نفسهم بافلام علشان التكلفه الانتاجيه مبدئيا الكبيره وطرق التوزيع اللي هي التقليديه اللي كان فيها صعوبه ان هم يوصلوا لها. مع عصر الديجيتال بدا ان الموضوع يبقى ابسط، لان بدا يبقى فيه وسائل اسهل تصوير الافلام او عمل مونتاج للافلام من خلال اجهزه تكنولوجيه حديثه، والشباب يقدروا يتواصلوا بيها ببساطه من خلال اجهزه الكمبيوتر والانترنت، يقدر اي حد يبقى عنده الموبايل، وعندنا مهرجان الموبايل للافلام المستقله. بعد كده بقى بالموبايل بالظبط، بقى في مهرجانات كتير، وفي يعني بقى في ترند جديد تماما للنوع ده من الافلام. اللي حصل انه الافلام دي ابتدت واحده واحده تكون زي كوميونتي كبيره، بعضهم انتقل للسينما التجاريه، وبعدين الموضوع بدا شويه يمتزج مع بعضه مره تانية، انه بعد ما حصل تفريغ لكوادر جديده واثبتت نفسها اسماء مهمه بدات تدخل في عالم السينما التجاريه، وبدا الموضوع يبقى شويه في اندماج نوعا ما. طب انا هبدا معاكي برضو من عنوان الرسالة معالجة السينما المستقلة للأحداث السياسية المصرية واتجاهات الجمهور، وأنا هتوقف عند فكرة الأحداث السياسية المصرية. البعض ارتبط في ذهنه بأنه السينما المستقلة هي فقط مرتبطة بفكرة خلينا نقول مثلا المتنفس عن قمع سياسي، أو التعبير عن المهمشين، أو الفقر، أو الموضوعات دايما اللي هي فيها قدر كبير من خلينا نقول الناس المهمشة بشكل أو بآخر. لكنه مثلا في مدارس تانية تقول لا، هو مش ده مش معنى السينما المستقلة الحقيقي، لأنه مثلا بره لا ممكن يكون في سينما مستقلة وبتناقش موضوعات تانية كتير، أو بتقدم شكل تجاري بس من خلال السينما المستقلة. انت ليش معنى ركزتي على الجزئية دي فقط؟ هل ده مثلا العلاقة بالمفهوم اللي عندنا اللي قد يبدو
احيانا مش متكامل على السينما المستقله. الحقيقه انا رساله الدكتوراه بتاعتي عن الاحداث السياسيه وعلاقتها او معالجه الافلام للاحداث السياسيه، ده كان يعني خطوه متقدمه عن رساله الماجستير اللي هي كانت بتتكلم على السينما المستقله في مصر عموما بشكل عام. كان موضوعها تقييم السينما المستقله في مصر، كان موضوع عام بحاول استكشف ايه هي السينما المستقله. بدات اعمل لقاءات متعمقه مع صناع الافلام دول واحاول اجمع اكبر قدر من الافلام اللي تم انتاجها من بدايه الحركه دي، لو يعني سميناها حركه. وبدات اشتغل على الموضوع. بعدها لما كنت بطور لفكره الدكتوراه حبيت انه مع الاحداث السياسيه اللي ما كانش ينفع اي حد انه يغفلها او يتجاوزها، السينما دي ما تجاوزتهاش. بالعكس أنا لاحظت أنه كمية الأفلام يعني كما وكيفا اللي بيتناول الأحداث السياسية بدءا من ثورة يناير 2011 لحد مؤخرا كان عدد ضخم جدا من الأفلام مضمونها يعني بالنسبة لي كان أكثر تأثيرا من اللي حصل من الأفلام اللي تعرضت على شاشات السينما التجارية العادية في الصالات التجارية أو تم تناوله في التلفزيون. ده كان حاجة مؤثرة بالنسبة لي وكنت حاجة حابة أدرسها، حابة أعرف، لفتت انتباهي جدا يعني. فده كان الموضوع يعني. أبرز الأفلام المستقلة اللي تفتكريها ويعني أرفقتيها في في في, في الدكتوراه بتاعت حضرتك، هو او اغرب فيلم ممكن تكوني شدك؟ لا، هو الحقيقه في افلام كتيره. هو الفكره انه انا مثلا في الرساله بتاعتي عملت تحليل ل 53 فيلم مدتهم مع بعض تقريبا 45 ساعه. 53 فيلم مصري او 53 فيلم مصري، ده مش كل الافلام اللي تناولت الاحداث السياسيه من 2011 ل 2006. انا خدت الفتره الزمنيه من بدايه 2011 لحد 2016. الافلام اللي خدتها في العينه عندي كانوا حوالي هم 53 فيلم ما بين تسجيلي وروائي طويل وقصير. الحقيقه في افلام تانية غير الافلام دي. كان في افلام صعب ان انا احصل على نسخ منها لاسباب ليها علاقه بالاركايفنج، انه في مشكله في ان يبقى في نسخ للافلام، ودي حاجه مهمه جدا انا بحب اشير اليها، انه ان احنا نبقى عندنا ارشيف. دي حاجه مهمه ما ينفعش انا يعني نغفلها او يعني حصل أو نوع من ما كنتيش عارفه توصلي للافلام. فكره البحث عن الافلام وان انا احصل على نسخ منها كان مرحله صعبه وكانت اخذت مني وقت طويل جدا. طب ما هو ده يخليني اسال حضرتك، طب ما هو هذا معناه انه ما فيش تاثير حقيقي للسينما المستقله في مصر، او ما زال تاثيرها في نطاق محدود، او بتتم بعمل فردي، مش عارفه تحرك وباحثه ومش عارفه توصلي او بتتم بعمل فردي مثلا. هي بتتم بعمل فردي وما فيش مؤسسات كبيره قايمه على فكره ان ارشفت وترتيب الافلام وفقا حتى لمعيار زمني، معيار موضوعي ايا كان طريقه ارشفت الافلام. ده مش حاصل، ودي حاجه مهمه انا يعني مهتمه ان اشتغل عليها في السنين اللي بعد كده، ان فكره الارشفه. لكن موضوع التاثير، انا شايفه انه الافلام دي ليها منافذ عرض، ليها انترنت بشكل اساسي، بعضها حاول يوصل لدور العرض السينمائي ونجح في ده. صحيح، يعني من خلال الدراسة الميدانية بقى على الجمهور، ان بدأت اسأل الناس هم بيشوفوا الافلام دي فين وازاي وايه الافلام اللي شافوها وكم عدد الافلام ومعدل المشاهدة، ويعني بدأت اسأل على انماط المشاهدة. كان من زي ما حضرتك قلت انه اهم وسيلة للمشاهدة كان الانترنت، وبعديها صالات السينما البديلة زي زاوية وسيماتاك ومراكز الثقافية والاماكن اللي هي مهتمة بعرض النوع ده من الافلام. وبعد كده اخر حاجه تقريبا كانت التلفزيون، ويعني كانت في اخر القايمه خالص، لان التلفزيون مش ما بقاش مهتم بالقناه كمان العرض. هل في رقابه على الافلام دي؟
كطريقه عرض للقضايا، يعني هل في بحثك شفتي قضيه عشان كده سالت حضرتك ايه بيميز هذه السينما؟ ممكن يكون مثلا لفظ جارح ممكن يتقال، هل في رقابه على الافلام دي؟ من خلال التحليل المضمون اللي انا عملته كنت مهتمه اني اعرف انه هل في تجاوز او لا. الفرق بين انا الحقيقه كنت مهتمه ان انا يعني ده كان بره اطار دراستي، بس كنت مهتمه ان انا اعرف الفرق بين المضمون المقدم في الافلام اللي اتعرضت في صالات السينما التجاريه العاديه والافلام دي. كان في فرق طبعا. مثلا في الهتافات اللي كانت بتتقال وقت الاحداث كان في هتافات في بعضها في الفاظ خارجه او كده، في الافلام دي كانت بتتم عرضها بشكل زي ما بتتقال، خصوصا انه كمان كان الافلام دي بتستعين بلقطات ارشيفيه كتير. يعني مهتمه جدا بفكره انه الحاجات بتتم بشكل تسجيلي او يعني حقيقي اكتر، يعني حقيقي. بالظبط. ففكره بس لو تعرضت لرقابه ما تبقاش مستقله، يعني ما هي الفكره، ربنا يبعد عن الرقابه. هم ايه اللي خلاهم يوصلوا ان هم يخلقوا التيار ده؟ ان هم في ريستراكشنز معينه زياده شويه، فحبوا ان هم يعبروا عن نفسهم بالطريقه دي. والحقيقه انه يعني انا شايفه انه الموضوع يعني في اطار الاماكن اللي بتعرض فيها هو مقبول تماما. وانا عن نفسي يعني انا كشخص يعني شايفه انه الرقابه مش ده دورها، يعني المفروض انه بس يبقى في تقييمات عمريه مش اكتر، يعني انه لكن غير كده. واحنا كمان والله يعني يا ريت ما يبقاش في رقابه على السينما باي شكل من الاشكال. طب اسالك سؤال، انه احنا يمكن البداية دي قوي بدأت تتوهج كده في 2010 و 2011، وكان فيه حتى محاولات سينمائية من قبل الثورة فيما يتعلق بالسينما المستقلة، لو تفتكري فيلم مايكروفون، فيلم عين شمس ابراهيم البطوط، هليوبلس، كان فيه بداية صعود حقيقي. مش عارف صححي لو انا صح ولا غلط، الموجة اللي كانت طالعة بقوة بدأت تخفت قليلا مؤخرا، ولا يمكن ده انعكاس ان احنا ما فيش منافذ لرؤية هذه الافلام؟ هو الحقيقه منافذ رؤيه الافلام دي قليله جدا. يعني دي حاجه، يعني انا عشان اتفرج على الافلام لازم الحق ان انا ابقى عارفه ان الفيلم ده هيتعرض مثلا في السينما دي، هيتعرض النهارده، لو ما لحقتوش مش هعرف اشوفه. مش موجود بشكل كبير، مش متاح لمده اسبوعين ثلاثه او شهر او اكتر زي السينما التجاريه. فده بيخلي الناس يا اما ما بتلحقش تشوفها، يا اما بتحاول انه تشوف على تدور على وسيله. السينما المستقلة ده احنا يعني الناس بتعملها عشان مهرجانات، لان من الاخر كده ليها سوق جيد في المهرجانات، ودايما بيختار قضية معينة فهو عارف هياخد جايزة بشكل او باخر. ده بعض يعني هو بعض ما يوجه من النقد انه هنا انه ما فيش اطار نقدي حقيقي او فكري للسينما المستقلة، بتتعمل عشان تروح بيها مهرجان، لكن ما بتعملهاش عشان تحدث او انها مثلا مرتفعة المستوى شوية او معقدة شويتين عن الافلام التجارية، وبالتالي يعني هي هتاخد جايزة في المهرجان وخلاص. لا ما اعتقدش ان هو لا ما اعتقدش انه ده هدف صناع الافلام، يعني لا ما اعتقدش، بس يعني البعض بعض النقاد طبعا ماشيين في الطريقه دي، لكن انا شايفه انه الافلام دي موجوده وليها منافذ عرض، محتاجه انها تتكثف طبعا، محتاجه انها تنتشر طبعا، محتاجه ان هي يبقى تعمل لها سبوت لايت كبير. صناع الافلام محتاجين دعم، مش عارفه الجهه اللي ممكن تدعم الصناع دول في ان هم صوتهم يوصل وافلامهم تتعرض. ده هيخليني اسال حضرتك ابرز توصيات حضرتك للرساله الدكتوراه عن السينما المستقله. الحقيقه انه في توصيات كانت في الماجستير واتكررت في الدكتوراه. مفيش اختلاف ما بينهم؟ لا في اختلاف طبعا، في حاجات حصلت وفي حاجات لا لسه محتاجين شغل. مثلا موضوع الارشفه ده طبعا ده مهم جدا، يعني الافلام دي كمان 20 سنه محدش هيبقى عارف هي فين، ولا حد هيبقى عارف الافلام دي اتعملت ولا الا من خلال كتابات النقاد والحاجات، لكن نسخ الافلام بس في الارشفه الالكترونيه، اصل مين هيارشف برضه سينما مستقله؟ ما هو الفكره انه ليه ما يبقاش في مؤسسات مهتمه بان زي زمان ما كان في حد بيبقى في
نقول مكتبات. في مكتبات او مكتبات الكترونيه او مكتبات سينماتيك، يعني بيتم من خلاله الحصول على نسخ الافلام عشان تبقى موجوده للباحثين، للجمهور، للتاريخ، لاي يعني. دي حاجه مهمه، دي حاجه حاصله يعني دلوقتي، حتى لو كان للصناعه يعني الجزء الاقتصادي، ما احنا ممكن نشتري السديهات دي. بالظبط مظبوط. لكن يعني فكره التوزيع والعرض وكده يعني شويه محدوده، لانه يعني الافلام مش مالهاش جمهور قوي الحقيقه انها تتباع. ده عامل مشكله في انه الافلام يعني دوره راس المال ترجع، يعني هو الصناع، انا كصانع فيلم بعمل فيلم بكلفه كذا، ببقى عايز ارجع فلوسي علشان اقدر اعمل افلام ثانيه. معني والله يا دكتوره ثقافه الناس بتتغير، يعني مثلا في عروض بتتعرض كتير في زاويه وعروض مستقله كتير، وتروحي تحجزي ما تبقاش لاقي. صحيح تحجزي، واكيد حضرتك مريت بالتجربه دي. نقعد نحاول ونكلم ناس وعشان نروح نتفرج. طب ما هو بدل في اقبال، طب ما نوسع الفكره. بالظبط. ما هو مثلا كيان زي زاويه محترم جدا ومؤثر جدا، وبدا ينتشر وبدا يبقى ليه اماكن فروع في محافظات، ودي حاجه لطيفه جدا انه ابتدى يبقى فيه دور عرض جديده. نوادي السينما في الجامعات وبره الجامعات برضو ليها دور، يعني في اماكن كتير ممكن تدعم الموضوع. طب يعني سريعا، ان احنا عندنا اقل من دقيقه، توقعات حضرتك للسينما المستقله وتمنيكي للسينما المستقله تنتشر ازاي؟ الحقيقه انا شايفه انه بدا زي ما قلت في بدايه كلامي انها بدات تندمج مره تانية مع السينما التجاريه. هي في النهايه سينما، يعني سواء ناس اتفقوا على انها مستقله او ما اتفقوش، ناس معترضوا او وافقوا، في النهايه دي وسيله للتعبير. ناس بتعمل افلام، هي فيلم في النهايه، لازم يوصل للجمهور. صحيح صحيح. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتورة مروة السيد، مدرس الإعلام بكلية الإعلام بجامعة بني سويف. كان يسأل الحوار يا طول، إن كان عندي أسئلة كثيرة، لكن إن شاء الله يكون لنا حوار آخر. بشكرك مرة ثانية، بشكرك أميرة كمان. شكرا جدا يا حسام. النهاردة كانت حلقة ممتعة جدا من صباح أون، بكرة إن شاء الله على ميعادنا من الساعة 8 ل 10 وأبرز القضايا الموجودة في الشارع المصري. بشكركم.